بيبتدي الفيلم ببنت اسمها ليزا عندها 17 سنة وبتشتغل في محل حلويات، وده لأن والدتها اتخلت عنها وودتها تعيش مع جدتها. وعلى عكس كل الأطفال اللي في سنها، ليزا بنت ذكية جدا وعندها طموح إن هي تصرف على نفسها وتستقل بحياتها عشان تعيش لوحدها، لأن جدتها بتجبرها تعمل علاقات مع الرجالة، وبتقدر ليزا تتعامل مع كل الزباين اللي بتيجي المحل بلطف وبتكسب محبة الناس كلها. ولما بتخلص شغلها بالليل بتاخد العجلة بتاعتها عشان تروح بيت جدتها، لأن هي عايشة مع جدتها. وفي الطريق بتفتكر جوز جدتها اللي دايما بيغتصبها وبيعتدي عليها وهي نايمة، وده سبب لها حالة نفسية سيئة وخلاها ما تثقش في حد. وبتشوف عربية سودة واقفة على الطريق، فبتجري بسرعة على العجلة عشان محدش يخطفها. ولما بتوصل للبيت بتكون مترددة تدخل، لأن هي خايفة جوز جدتها يغتصبها كالعادة. تاني يوم بتكتب ليزا على ورقة ان هي تعبت وما بقتش قادرة تستمر في الحياة دي لانها وحيدة ومحدش بيهتم بيها. وبنكتشف ان ليزا عندها اخت اصغر منها اسمها لوري، وعايشة مع والدتها في مدينة تانية، لان والدت ليزا ما بتحبهاش وبعتتها عند جدتها عشان تعيش معاها. فبتروح تكلم اختها لوري عشان تطمن عليها، فبتقولها لوري ان هي وحشتها وعاوزة تيجي بيت جدتها وتقعد معاها. فبترفض ليزا جدا لان هي بتحب اختها ومش عاوزة جوز جدتها يغتصبها زي ما بيعمل معاها. فبتقترح عليها لوري ان هي تيجي تقعد معاها. ولما والدتها بتسمع الكلام ده بتكلم ليزا باسلوب سيء وبتقول لها ان هي مش هترجع البيت تاني، وان هي بعتتها تعيش مع جدتها عشان تساعدها. فبتتأثر ليزا وبتقفل المكالمة وبتخرج عشان تروح شغلها. فبيوقفها جوز جدتها وبيفكرها بمعاد قبضها وان هي لازم تديهوله اول ما تقبض. وبالليل بتخلص ليزا شغلها وبيديها صاحب المحل القبض بتاعها، فبتشكره ليزا عشان بيعاملها باسلوب كويس، وبيكون واضح عليها ان هي بتودعه بطريقة غير مباشرة وبتفكر ان هي تنتحر. فبتروح للجسر عشان تنفذ فكرتها، وبتكون حالتها النفسية سيئة، ولكن بعد تفكير بتتخلى عن الفكرة دي وبتمشي عشان تروح. وفي طريقها بتلاحظ نفس العربية السوداء اللي بتقف على الطريق، ولكن المرة دي العربية بتمشي قدامها وبتركن على جنب. وفجأة بيهجم عليها صاحب العربية وبيكون معاه مسدس وبيهددها ان هي ما تصرخش وإلا هيقتلها. فبياخدها للعربية بتاعته وبيغتصبها، ولما بيخلص بيغمي عينيها عشان ما تشوفوش وبياخدها لشقته. وبنعرف ان اسمه جون، وهناك بيسألها عن اسمها وسنها، وبذكاء شديد بتكذب عليه وبتقوله ان اسمها لوري وان هي عندها 20 سنة. وطبعا هي قالت كده علشان ما يعرفش ان هي قاصر، لانه لو عرف ان هي قاصر هيقتلها، لان هي لو قاصر عيلتها هتقدم بلاغ للشرطة وهتدور عليها، وساعتها هيحصل له مشكلة وهيضطر يقتلها. وبعدها بيغتصبها مرة تانية وبيكون واضح عليه ان هو غير متزن عقليا. وتاني يوم بتروح جدة ليزا للشرطة وبتبلغ عن اختفائها، فبيحط الضابط اعتقاد ان ممكن تكون ليزا هربت، خصوصا لانها بنت صغيره وبتشتغل. فبيسال جدتها اذا كان في اي مشاكل او اسباب تخليها تهرب من البيت، فبتقول له ان مفيش اي حاجه تخليها تعمل كده. وبعد شويه بيروح ضابط الشرطه لبيت والده ليزا واختها لوري وبيقول لهم ان ليزا مختفيه، وبدون اي اهتمام او رد فعل بتقول لوالدتها ان هي اكيد هربت. فبتقلع عليها لوري وبتقول للضابط ان ليزا مستحيل تهرب من البيت، لانها لو كانت هتهرب كانت لازم هتقول لها وان اكيد حصل لها حاجة. فبيمشي الضابط وهو مستغرب من والدتها، لان هي ما تأثرتش اطلاقا باختفاء بنتها. بنروح بعدها ليزا وبيغتصبها جون بعنف تاني وبيقول لها ان الستات كلها لازم تموت. فبتتعامل ليزا معاه بلطف وبتحسس على وشه بالكامل علشان تحفظ ملامحه، وبتقول له ان هو واضح عليه انه بيكره الستات وان في واحده كسرت قلبه. فبيتغير اسلوب جون معاها لما بيلاقيها متعاطفه معاه وبيفك الرباط من ايديها. وفي الوقت ده بيروح ضابط الشرطة لمحل الحلويات اللي ليزا بتشتغل فيه، وبيسأل صاحب المحل لو كان لاحظ اي حاجة على ليزا قبل ما تختفي. فبيقول انه اليوم اللي هي اختفت فيه كان واضح عليها ان هي حزينة جدا وشكرته بدون اي سبب، لدرجة ان هو حس ان هي بتودعه بطريقة غير مباشرة. فبيفهم الضابط ان هي ممكن تكون انتحرت بسبب الضغوطات اللي عليها، لان هي لسه طفلة وبتشتغل. بنرجع تاني لليزا وبيديها جون اكل وبيشغل التلفزيون، وبالصدفة بيسمع المذيعة وهي بتقول ان في بنت بتشتغل في محل حلويات وعندها 17 سنة مختفية بقالها يومين. فبيتعصب جون وبيضربها لان هي كذبت عليه وقالت له ان هي عندها 20 سنة. ودلوقتي بيواجه مشكلة كبيرة لان الشرطة بتدور عليها وفي احتمالية ان هو يتقبض عليه. فبيعاقبها على اللي عملته ده وبيعتدي عليها وبيغتصبها تاني. وبعد شوية بتطلب منه ان هي تدخل الحمام، ولما بيوديها بيفضل واقف جنبها عشان يتأكد ان هي مش هتهرب. فبتقنعه ان هو يخرج وبتشيل القماشة اللي على عينيها وبتقفل الباب بالمفتاح وبتحط بصماتها في كل حتة. وبعدها بتقف قدام المراية وبتفكر في طريقة عشان تقنع جون ان هو يسيبها. ولما جون بيلاقيها اتأخرت الحمام بيحاول يفتح الباب وبيتفاجئ ان هي قافلة من جوه. فبترتبك ليزا وبتحط القماشة على عينيها مرة تانية وبتحاول تسيب فراغ بسيط عشان تشوف اي حاجة قدامها. وبعدها بتفتح الباب وبيتعصب عليها جون وبيبدأ يهددها بالقتل لو عملت كده مرة تانية. فبتحاول تهديه وبتطلب منه يوديها المطبخ علشان تديله كوباية مية. فبتلاحظ ليزا ان في تليفون موجود في البيت، فبتستنى لما جون ينام وبتروح تتصل بالشرطة، ولكن جون بيظهر فجأة وبيمنعها في اخر لحظة وبيقرر ان هو يقتلها ويتخلص
منها، فبتكذب عليه وبتقول له ان هي كانت بتتصل على باباها لانه راجل عجوز ومريض وهي اللي بتهتم بيه لان ملوش حد غيرها. فبيرجع جون في قرار القتل وبتروح ليز السرير بتاعه عشان تنام، وبتستغل فرصه ان هو مش نايم جنبها وبترمي خصل شعر من شعرها على الارض عشان تخلي الحمض النووي بتاعها في كل مكان في البيت. وبعدها بيجي جون وبيعتدي عليها تاني، وبتحاول ليز ان هي تتكلم معاه بلطف وبتقول له ان هي بتحب تتكلم معاه لانه انسان طيب والظروف هي اللي اكيد خلته يعمل حاجات مش كويسه. تاني يوم بيتفرج جون على التلفزيون وبيسمع المذيع بيقول ان الشرطه بتدور على شخص بيقتل الستات وبيعذبهم كمان بطريقه مرعبه، وان ده اخطر مجرم في امريكا. وبنكتشف ان المجرم اللي هما بيدوروا عليه ده يبقى جون، وسبب قتله للستات هو ان مراته خانته مع واحد صاحبه. فبيتعصب من كلام المذيع وبيصحي ليزا وبيقول لها ان هو قرر يقتلها خلاص وهيتخلص منها النهارده عشان يشوف ضحيه جديده ويقتلها. فبتترجى ما يزهاش وبتقوله ان هي مش هتبلغ الشرطه، وفي كل الاحوال هي ما تعرفش شكله. فبيتجاهل كلامها وبيركبها العربيه بتاعته وبيبدا يدور على مكان مهجور عشان يقتلها فيه. وفي الطريق بيعدي على محطه بنزين وبينزل عشان يفول العربيه، فبتستغل ليزا الفرصه وبذكاء شديد بتعور نفسها وبتحط دم على كرسي العربيه، وده عشان تسيب دليل على العربيه كمان وتساعد الشرطه في القبض عليه. وبعدها بيركب جون وبيوصله لمكان مهجور وبيطلع مسدسه عشان يقتلها. فبتنهار هنا ليزا وبتقوله ان هي مجرد طفله وان هي مش هتقدر تبلغ عنه الشرطه. وعلى عكس المتوقع بيقتنع جون بكلامها وبيقرر ان هو ما يقتلهاش زي باقي الستات اللي قتلها، على الرغم ان دي مش عادته لانه دايما بيقتل الضحايا بتاعته، ولكن في الغالب بيبقوا كبار في السن وما بيسيبش دايما اي اثر وراه. ولكن بسبب ذكاء ليزا وطريقتها في الاقناع خلته يسيبها، فبيأمرها ما تشيلش القماشه اللي على عينيها غير بعد 5 دقائق وبيسيبها وبيمشي. فبتشيل ليزا القماشه من على عينيها وبتتفاجئ ان خطتها نجحت وقدرت تقنعه ان هو يسيبها تعيش. فبتجري بسرعه لبيت جدتها وبتحكي لها على اللي حصل، ولكن للاسف ما بتكونش مصدقاها وفاكراها بتكذب عليها عشان محدش يعرف ان هي كانت هربانه. فبتتصل على ضابط الشرطه وبتقول له ان ليزا رجعت البيت وحالتها كويسه بس هي بتكذب علينا وبتقول ان هي كانت مخطوفه. فبيقول لها الضابط ان هو هيجي بكره عشان ياخد ليزا لمركز الشرطه ويعرف منها ايه اللي حصل. فبتضايق جده ليزا لانها خايفه ان ليزا تقول للشرطه اللي بيحصل معاها في البيت، وهو ان جوزها بيغتصبها وبيعتدي عليها. تاني يوم بيجي الضابط وبياخدها لمركز الشرطه وبيبدا التحقيق. فبتحكي له ليزا اللي حصل وبتقول له ان هي عملت حسابها وسابت له ادله زي شعرها والبصمات اللي في فيديون والدم اللي في العربيه عشان تقدر تتعرف عليه ويبقى في دليل لما تبلغ عنه الشرطه. ولما بتقول للضابط ان جون اغتصبها ما بيصدقهاش لان مفيش في جسمها اي اثار للعنف، فبيخلي اتنين زمايله يكملوا معاها التحقيق بحجه انهم بنات وممكن يصارحوا بعض. فبتسالها الشرطيه عن البيت اللي اتخطفت فيه وبتتفاجئ ان ليزا بتقول لها ان هي عدت السلالم اللي طلعتها وكانوا 22 سلمه وعدت على طابق كامل، وده معناه ان بيت جون اللي هو المجرم كان في الدور الثاني. فبتحس الشرطيه ان ليزا بتختلق قصه لان بالنسبه للشرطيه مستحيل طفله تكون مخطوفه وتدقق في كل التفاصيل دي. فبتنهار هنا ليزا لان محدش بيصدقها خالص وبتقول لها ان مفيش اي دافع يخليها تكذب عليهم. في الوقت ده بيكون في اجتماع مهم مع كل ضباط الشرطه وبيقول المامور انهم لازم يقبضوا على المجرم اللي بيقتل الستات لان ضحاياه وصلت 50 بنت، وطبعا يقصد بكلامه جون اللي خطف ليزا. فبتيجي الشرطيه اللي بتحقق مع ليزا وبتتكلم مع محقق اسمه لاري وبتحكي له اللي حصل. فبيروح لاري عشان يتكلم مع ليزا، ولما بيلاقيها منهاره بيحاول يكسب ثقتها وبيقول لها ان هو مستعد يحميها ويرجع لها حقها. فبتبدا ليزا تهدأ وبتقول له كل التفاصيل اللي هي جمعتها عن جون زي انها عدت السلالم بتاع البيت وقدرت تعرف ملامح وشه لما لمسته، وعلى عكس كل الضباط بيصدقها المحقق لاري وبيكون منبهر بذكاء البنت وقدراتها العاليه جدا على التدقيق في اصغر التفاصيل. فبيقرر ان هو يتصل باهلها عشان يخلي ليزا معاه لفتره وبيقول لهم ان هو هيخليها معاه لحد ما التحقيق يخلص في القضيه. فبيرد عليه جوز جدتها وبيقول له ان هي لازم ترجع البيت عشان تهتم بدروسها، وطبعا هو بيكذب علشان خايف ليزا تقول للشرطه ان هو كان بيغتصبها. ولما بيخلص المحقق لاري كلام معاه بيروح لليزا وبيقول لها ان اهلها رافضين تفضل معاه وبيسالها عن اللي بيحصل في البيت لان هو حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل. فبتنهار ليزا تاني وبتحكي له كل حاجه وبتقول له ان جوز جدتها بيغتصبها كل يوم تقريبا. فبدون تردد بيروح لاري وبيقبض عليه، وبتدخل ليزا بيت جدتها عشان تلم هدومها لانها هتكمل القضيه مع محقق لاري. فبيوديها البيت شرطية زميلته وبيقول لها ان المكان ده امن ليها من اهلها اللي مش مهتمين بها خالص وان محدش هيقدر يقرب لها وهي في بيت الشرطية دي. بيجي الليل وبتبص ليزا من الشباك وبتبدا تتخيل جون اللي خطفها وبتصرخ بصوت عالي. فبتيجي الشرطية عشان تهديها وبتفهم ان اللي حصل لها ده سبب لها صدمة نفسية وخلاها تتخيل جون طول الوقت،
تاني يوم بتقعد ليزا مع المحقق لاري وبيسألها عن الدلائل اللي هي سببتها في بيت جون، فبتقوله ان هي سبب بصمتها على المراية في الحمام ورمت خصل شعر من شعرها على الارض، وكمان عورت نفسها وسابت اثار دم على الكنبة بتاع العربية بتاعته. واكتر حاجة لفتت انتباهها هو ان جون بيكره الستات جدا وعاوز يقتلهم كلهم. وبعد شوية بيروح لاري للمأمور وبيقوله ان المجرم اللي بيقتل الستات اللي بيدوروا عليه ممكن يكون جون اللي خطف ليزا. وقبل ما يكمل كلامه بيقوله المأمور ان المجرم ده ما بيسيبش دليل وراه وبيقتل كل اللي بيخطفهم، وبديهيا كده لو هو اللي خطف ليزا فكان زمانه قتلها. فبيقوله لاري ان ليزا بنت ذكية جدا وقدرت تلعب بأعصاب المجرم واقنعته يسيبها. ولما بيحس ان المأمور مش مصدق بيطلب منه ياخد هدوم ليزا اللي كانت لابساها وهي مخطوفة ويوديها للمعمل الجنائي عشان يطبقوا الدي ان ايه اللي على الهدوم بالدي ان ايه بتاع المجرم، وساعتها هيعرفوا اذا كان هو فعلا ولا لا. فبيوافق المأمور وبيقوله لو كان جون اللي خطف ليزا هو نفس المجرم اللي هما بيدوروا عليه فعلا فاكيد هو عارف ان هي بلغت عنه واكيد دلوقتي بيدور عليها عشان ينتقم منها. فبيروح لاري بسرعه ليزا وبيكون قلقان عليها جدا، ولما بيطمن ان هي كويسه بينقلها لملجأ ايتام تبع الشرطه عشان تكون في مكان امن، وبيقول لها ان هي ما تخرجش من الملجأ ده نهائي. تاني يوم بيجي المأمور وبيقول لاري ان المعمل الجنائي اكتشف ان الدي ان ايه اللي على هدوم ليزا نفس الدي ان ايه بتاع القاتل، يعني كده القاتل هو فعلا جون اللي اغتصب ليزا. فبيروح لليزا وبيقول لها ان هو هياخدها للمكان اللي هي اتخطفت فيه عشان يدوروا مع بعض على بيت جون. ولما بيوصلوا للمكان بتحاول ليزا تفتكر اللي حصل وبتكون منهاره، ولكن بتصمم تساعد الشرطه في القبض على جون. فبتقعد في العربيه بتاع لاري وبتحاول توصف له الطريق حسب ما هي فاكره لحد ما بتوصل للمكان المهجور اللي جون سابها فيه وبتتاكد ان وصفها صح. وبعدها بتبدا الشرطه توسع مجال البحث، وبيلاحظ ضباط الشرطه عربيه نفس المواصفات اللي ليزا كانت قايله لهم عليها، والمفاجاه ان العربيه دي بتاع جون فعلا. فبيروح لضابط الشرطه وبيطلب منه يصوره بحجه ان في عمليه سرقه حصلت، والحرامي كان معاه عربيه سوداء عشان كده هم بيصوروا كل اللي معاهم عربيه سوداء عشان يحققوا في الموضوع. وطبعا الضابط بيكذب عليه عشان ما يخليهوش يحس انهم بيدوروا عليه ويهرب، فبيقتنع جون بكلامه وما بيشكش في الموضوع. وبالليل بيعرض لاري مجموعه صور على ليزا عشان تتعرف على المجرم، فبتختار الصوره بتاع جون وبتقول لهم ان هي متاكده ان هو المجرم. فبعدها الشرطه بتروح وبيقبضوا على جون وبيكون ماشي في الشارع، ولما بيفتشوا بيته بيلاقوا بصمات ليزا فعلا في الحمام وخصل الشعر بتاعتها اللي رمتها على الارض، وبيتاكدوا ان كل كلامها والحاجات اللي هي قالتها حصلت بالفعل. وفي التحقيق بيعترف جون ان هو المجرم بكل بساطه وان هو اللي كان بيقتل الستات وهو اللي خطف ليزا، وبيقول كمان ان هو كان متاكد ان هي هتكون السبب في القبض عليه لانها مختلفه عن كل الضحايا اللي هو قتلهم. فبيروح المحقق لاري لليزا وبيقول لها انهم قبضوا على جون واخيرا تقدر تعيش حياتها مره ثانيه. فبتتاثر ليزا وبتبدا تعيط لانها وحيده ومفيش حد مهتم بيها. فبيقول لها لاري ان هو فخور جدا بيها لانها قدرت بذكائها تكشف جون في اسبوع واحد، في حين ان الشرطه بقالهم 6 شهور بيدوروا عليه ومش قادرين يمسكوه. وبعدها بتكتب ليزا جواب لوالدتها وبتبص في المراية وبتفتكر نفسها لما كانت مخطوفة. ولما بتخرج من الملجأ بيقول لها لاري ان هو كان بيفكر يتبناها ويخليها تعيش مع عائلته، فبتنصحه ليزا انه يفصل حياته الشخصية عن الشغل وما يتأثرش بكل قضية بيواجهها. وفجأة بيجي عم ليزا ومراته اللي بيحبوها فعلا وبيعتذروا جدا لليزا عشان سابوها تعيش مع جدتها لانهم ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن اللي حصل لها. وبتعيش ليزا مع عمها ولاول مرة بتكون سعيدة بحياتها، وبتقرا والدتها الرسالة اللي بعتتها لها واللي بتقول لها فيها ان هي اسوأ ام في الدنيا. وبعد مرور 20 سنة بتشتغل ليزا محققة شرطة وبتكون أشهر محققة في المدينة وبتقدر تحل أصعب القضايا. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية، وتعمل فولو لصفحة فيلم تشينو عشان تتابع الملخصات الدرامية والأكشن.